معنا السيد علي ابو محمد رئيس نادي سحاب. يسعد مساك استاذ علي. الله يسعد مساك انا اخوي نيش. سيدي في البدايه نتحدث عن اجنده موسم قادم، حتى الان لم تتضح لكم كانديه محترفين، لكن بات من المؤكد ان الدوري سيقام في شهر اب المقبل القادم. تاثير اجنده الموسم على انديه المحترفين، ونتحدث هنا عن نادي السحاب وهو الجزء الذي لا يتجزا من منظومه الكره الاردنيه. الله يسعد مساك اخوي العيسى. والله احنا يعني لغايه الان ما في شيء رسمي اجانا يعني بالاجنده. نعم. وحسب ما بنسمع انه في بطولتين راح يكونوا قبل الدوري يعني. نعم. يعني على اغلب بجوز بدايه 3 اذا مش نهايه 2 في شيء. وبشهر 6 راح يكون في بطوله الدرع اتوقع كمان. طيب استاذ علي، هذا هو المقترح من الاتحاد الاردني لكره القدم. يعني هيك لحد الان بس فيش شيء رسمي لغايه. نعم، في حال وهذا الشيء ممكن يصدر رسميا خلال ايام قادمه، كان هنالك بطوله تنشيطيه ومن ثم بطوله درع الاتحاد ومن ثم بدا انطلاق بطوله الدوري بالتزامن ايضا مع بطوله الكاس. هل هذا الشيء بتشوفه كاندي، هذا السيناريو للبطولات المحليه، قادر نادي السحاب على ان يتكيف ويتاقلم مع هذا الوضع؟ اكيد احنا بدنا نكون جاهزين يعني. نعم. لأي سيناريو. نعم. وبنتمنى أن يكون المقترح أكيد بعد دراسة وبعد تعرف 3 مواسم إحنا كان مر متواصلات بدون أي راحة ولا أي شيء إذا تتذكر. نعم. يعني ومنهم كورونا مظبوط. صحيح. فهي فرصة يعني إنه ينزل أجندة جديدة نغير إن شاء الله تكون للمصلحة العامة للجميع مش لنادي سحاب. هل من الممكن أن يؤثر على تعاقدات الفريق؟ هنا نتحدث عن مدة زمنية أطول عند التعاقد مع أي لاعب لدى النادي. بالعكس، اليوم بجوز تكون فرصة لأبناء النادي يعني للشباب الناشئين للفئات العمرية يأخذوا فرصة بالبطولة التنشيطية مثلا. نعم. نعم. إذن هنا الاعتماد على الفئات العمرية. اجتمعتم قبل أيام أستاذ علي في النادي الفيصلي بدعوة من إدارة النادي الفيصلي، هل تم الاتفاق ما بينكم كأندية مثلا على سبيل المثال بأن تكون المشاركة مثلا بالفريق الرديف بأبناء النادي؟ لا احنا اجتمعنا أكيد، كان في لقاء لنا بالنادي الفيصلي وكان اجتماع كويس يعني إن شاء الله أنه مخرجاته بتصب المصلحة العامة يعني للجميع يعني. نعم. مصلحة الرياضة إن شاء الله تكون بادرة خير إن شاء الله. إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق أستاذ علي لنادي السحاب ولجميع أندية المحلية. اللهم أمين يا رب، اللي فيه خير الله يجيبه إن شاء الله للجميع. شكرا لوجودك معنا عبر الهاتف. شكرا، وسلم عليك وعلى ضيفك. حياك الله.